ربما تكون حوادث الاعتقال أقل فاجعة من تفاصيلها، فالذي يساق إلى المعتقل أو المقصلة دون إهانة ولا شتم أخف وطأة في ذاكرة شهود من الذي يعتقل وهو يشتم ويهان وينال من عرضه ويتشفى من مأساة أهله. شباب وأطفال من الأنبار فروا مع الجموع الهاربة من جحيم الحرب إبان أحداث عام 2014، فاعترضتهم سيطرات الميليشيات والقوات الحكومية واعتقلتهم في ظروف تكشف تفاصيلها هذه المرأة المفجوعة بزوجها وولدها المعتقلين. أخذوهم ظلم، تعال لو تعترف لو أجيب عرضك قدامك، هاي حكومتنا، شوف أجيب عرضكم أسوي عمل لو تعترف، إلا تقول أنا إرهابي. سووهم أربع إرهاب، ابني بعدها طفل مالي 99، حكومه 15 سنه، اذي طقق مذانه بدم، شلع مظافره، 3 ايام بالبطانيه. الله وكيلك، وابوه خذوا 5 بنات لا راتب ولا بعت بيتي وبعت قطعتي وكلتني المحاميه. ودي خلص الله على الناس الخيرين مثل وجوهكم الطيبه تويج علي، هذا رمضان كلهم يجوبوا لي يوفون اطلبوا يجون علي الناس الخيرين اهل الجوامع. وحكومتنا كل شيء ما شفنا منها، بس وقت الانتخابات تعال نريد فلان، تعال ويانا، تعال ساعدنا. ليش ما يشوفون الناس المظلومة؟ أسوأ من القائمين على الاعتقال شهوده الصامتون على الظلم الذي حل بهم، مثل مسؤولي الأنبار الذين قبلوا بالمذلة والصمت على هذه الجرائم مقابل الحفاظ على منصب تمنحهم إياه الأحزاب النافذة وتنزعه منهم متى شاءت، وفقا لقول ذوي المعتقلين. ولدنا مسجر، كل شيء ماكو، دبانة بظهره، كل شيء ما عندنا، بيوتها بسطها ويا القاع. وين نروح؟ وين نروح؟ وين نولي؟ الله أكبر، الله أكبر على الحكومة، الله أكبر. قاعدين على الكراسي، يطلع اطلع الحلبوسي، اطلع الحلبوسي. وانك وانك تعبي بجيوبك تضحك على الشعب، تضحك على الشعب، تنهب. الله أكبر. سجنوهم واخذوهم. ليش؟ ظلم ظلم، الله ظلم ظلم، الله ظلم. ليش؟ الله أكبر، الله أكبر على الحكومة، الله أكبر على الحلبوسي همزات. وأي فاجعة أكثر من ترك الأبرياء العراقيين في مصير مجهول تحت سلطة فرق الموت لتفعل بهم كل ما خطر في بال العاقل والمجنون أيضا من الجرائم؟ فإن صمت أهل الأرض عن نصرة المظلومين فلن تيأس هؤلاء المتفجعات من عدالة إلهية تبرد قلوبهن الحرة.